وزراء مالية منطقة اليورو يعلنون انتظار نتائج الاستفتاء اليوناني لهذا الأحد قبل البث في محادثات حول خطة جديدة لمساعدة اليونان. هذا ما خلص إليه مؤتمرهم الهاتفي الذي انعقد مباشرة بعد كلمة أليكسيس تسيباس. لن تكون هناك محادثات في الأيام المقبلة سواء على مستوى مجموعة اليورو أو مع السلطات اليونانية والهيئات الأخرى بشأن المقترحات والترتيبات المالية. سوف ننتظر بكل بساطة لمعرفة نتائج استفتاء الأحد. ومن جانبه حث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند كل الأطراف المعنية بالقضية على وضع منطقة اليورو فوق كل الاعتبارات. واجبنا هو ضمان بقاء اليونان في منطقة اليورو لأنني كأوروبي لا أريد أن يحدث انشقاق في منطقة اليورو. أنجيلا ميركل من جهتها كانت قد أوضحت أمام البرلمان الألماني قبل كلمة تسيباس أن بلدها يرفض دخول طاولة المفاوضات على اتفاق جديد قبل نتائج الاستفتاء.